اهلا بكم من جديد. خلال هذه الدائره ان شاء الله نترقب بعض الامطار الرعديه على الهضاب العليا الوسطى وحتى المناطق الداخليه وايضا اقصى الجنوب باتجاه مرتفعات الهوغار والتصيلي، لكن درجه الحراره تبقى دائما فصليه وتقارب 28 بالعاصمه نفس المقياس بوهران وتلمسان، تنخفض بدرجه واحده على معسكر غليزان وشلف وايضا تيسمسيل 24 بسطيف والبليده، 26 بقسنطينه، 27 بعنابه، 32 ببسكره، 25 بالهضاب العليا الوسطى والغربيه على البيض الجلفه والأغواط، 32 بغردايه زلفانه وبريان، 34 ببشار، 33 بابن عباس، 36 بتندوف وغرج بيلات. أما بصحراء الوسطى نسجل سحب عابرة أيضا مع بعض الزوبعة الرملية، وتصل درجات الحرارة هناك إلى 36 على أدرار وعين صالح بمرتفعات لوغار وتصيلي وصولا إلى إليزينة، ترقب درجات حرارة ما بين 31 حتى 34 درجة ومن 39 إلى 40 درجة كأعلى مقياس ببرج بجو مختار عين قزام وعين أزوبعة. حالة البحر هذه الظاهرة إن شاء الله تبقى بدون تغيير، هي الأخرى بحر من قليل الإضطراب إلى مضطرب على طول الشريط الساحلي وفق رياح غربية تماما على السواحل الغربية والوسطى، تتحول إلى شمالية غربية على السواحل الشرقية ولن تتعدى سرعتها 30 كيلومتر في الساعة. الختام وكالعادة بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها، وتبقى دائما العناوين الإلكترونية في الخدمة لأكثر تفاصيل. متابعة طيبة مع بقية برامج الشروق.